طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. موقع المشاهد نت يجيب عن تساؤل: ما الذي جعل ميليشيا الحوثي تتقدم شرق صنعاء؟ ومن موقع الشرق الأوسط: وتقول إن خطباء الحوثيين يستهدفون الأطفال ويحضون على التجنيد. بي بي سي: فيروس كورونا، ارتفاع عدد الضحايا إلى 80، والصين تمدد عطلة العام الجديد. أهلا بكم. تصاعدت حدة المعارك بين قوات الجيش الوطني وجماعة الحوثي في مديرية نهمة التابعة لمحافظة صنعاء بعد أسبوع من اندلاعها. وقالت مصادر محلية لموقع المشاهد إن ميليشيا الحوثي هاجمت مواقع القوات الحكومية في جبل صلب والكسارة والفرع وحريب نهم المحاذية لمديرية بني حشيش التابعة لصنعاء. المصادر أكدت سيطرة مقاتلي الحوثي على معسكر الفرضة ومناطق متفرقة من مديرية نهم عند البوابة الشرقية لصنعاء، فيما تمكنت القوات الحكومية في الأثناء من تحقيق مكاسب ميدانية شرقية المديرية، فضلا عن استعادة أجزاء من سلسلة جبال هيلان غربية محافظة مأرب النفطية. وكان الحوثيون قد تقدموا في هيلان قبل أن تستعيد القوات الحكومية المبادرة تشن هجوما مضادا بإسناد جوي من طيران التحالف. وإلى جانب التقدم الذي حققه الحوثيون في جبهة نهم، حققوا تقدما في محافظة الجوف المحاذية لنهم، فيما زعمت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي سيطرة الحوثيين على معسكر ماس وكوفل في مأرب، إلا أن مصادر محلية نفت لموقع المشاهد تلك الأنباء واعتبرتها نوعا من الحرب الدعائية. اليمن: خسارة أوراق اليانصيب مجددا. هذا ما اختاره محمد العليمي عنوانا لمقاله المنشور في الموقع بوست، جاء فيه: منذ طفولتها تشتري زميلتي التركية أولفيا أواخر كل عام أوراق اليانصيب. في اليوم التالي من رأس كل سنة تعيش أحزانها المعتادة، لأنها تدرك أنها خسرت مجددا فرصة الفوز باليانصيب ودخول عالم الثراء السريع. علاقتنا نحن اليمنيون مع السلطة الشرعية تشبه كثيرا أوراق اليانصيب لدى أولفيا التركية. كل تحركاتها وإجراءاتها التي تتخذها تؤكد لنا أننا دائما نخسر معها، وأن فرصة التقدم الذي كان يمكن أن يدرك في أي ملف تلاشت مرة أخرى. الحرب الأخيرة التي تخوضها السلطة الشرعية في جبال نهم تؤكد أن هذه الحكومة تفشل على مستويات كثيرة. نحن ندرك أنها حرب جزئية، وأن خسارة مجموعة جبال أو التراجع في أماكن قتالية ومواقع ليست نهاية الحرب ولا تعني خسارة المعركة كليا. وكما قال خالد الرويشان: فإن اليمن أكبر من جبل. ولكن يتنامى هذا الشعور بالفشل إذا ما ارتبط بملفات أخرى على مدى سنوات الحرب. هذه الخسارات الصغيرة الموزعة هنا وهنا في السياسة والاقتصاد والحرب والأداء الحكومي والفشل في إدارة المناطق المحررة والخدمات والصحة وعدم القدرة على مكافحة الأمراض والأوبئة، جميعها ستقودنا إلى خسارة عظيمة وكبرى سيدفع ثمنها الشعب الذي يعيش الآن حربا مفتوحة ونزوحا وهجرة قسرية. معظم هذه المشكلات ناتجة من كوننا لم نقم علاقة ندية ومشتركة مع السعودية والإمارات منذ التدخل، بل كان هذا التحالف أشبه بالتفويض المطلق والتورط مع حليف دون حدود. ما يهم الحكومة من هذه الخسارات التي تلقتها بالتراجع في مناطق بالجوف وفي السلاسل الجبلية بنهم وفي جبل هيلان بصرواح هو شيء آخر: إرضاء السعودية وعدم إغضابها أو جرح مشاعرها. ولهذا يتنامى شعور يمني واسع بأن الحكومة قد ترهن مستقبل اليمن وتجازف به، أو على الأقل قد تتخلى عنه إرضاء للنزوة السعودية. يقول الموقع بوست إن قوات الشرطة العسكرية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في مدينة تعز من القبض على عصابة لتهريب وبيع الآثار والمخطوطات الأثرية في نقطة الهنجر غرب المدينة. مصادر أمنية قالت للموقع بوست إنه تم القبض على عصابة تهريب الآثار بعد ورود معلومات استخباراتية عن تهريبها للآثار والمخطوطات، حيث تم القبض أو إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود. وأشارت المصادر إلى أن القوات ضبطت بحوزة العصابة عددا من القطع الأثرية والمخطوطات النادرة
كانت تحاول تهريبها خارج تعز، فيما تم تسليم أفراد العصابة إلى الجهات المختصة. وأكدت المصادر أن قائد الشرطة العسكرية العميد محمد سالم الخولاني قام بتسليم المخطوطات والآثار إلى مدير عام المتاحف رمزي الدميني بحضور وكيل وزارة الثقافة الأستاذ عبد الهادي العزعزي ومدير الآثار أحمد جسار. بحضور جماهيري كبير ومفاجئ، يقول موقع المصدر أونلاين: توج فريق شعب حضرموت بطلا للدور التنشيطي لكرة القدم بفوزه في نهائي البطولة على منافسه القوي وحدة عدن بركلات الترجيح. ويضيف الموقع بأن الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت الفريقين بملعب مدينة سيئون انتهت بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي حقق خلالها شعب حضرموت البطولة وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 40,000 مشجع. البطولة التي انطلقت في 11 من الشهر الجاري شهدت مشاركة 8 فرق تأهلت عن مرحلة تصفيات سابقة، وهي شعب حضرموت، وحدة عدن، التلال، أهلي تعز، اتحاد إب، اليرموك، أهلي صنعاء، وهلال الحديدة. الأستاذ عبد الباري طاهر يكتب عن حرية الصحافة في اليمن والقمع في موقع المشاهد، ويقول فيه: بمقدار استمرار الحرب واستطالتها في اليمن، يستمر قمع الحريات الصحفية والتنكيل بالصحفيين ويشتد. فمع بداية الحرب في 2018 اعتقل الحوثيون في صنعاء ما يزيد عن 30 صحفياً بطريقة الاختطاف، وجرى إخفاؤهم قسرياً لبضعة أشهر. خلال الأعوام الخمسة الفائتة جرى الإفراج عن بعضهم، والشهر الماضي قدم الصحفي نبيل محمد السجاوي للمحاكمة متهماً بالخيانة العظمى والتواصل مع العدو حسب بيان الادعاء، وحددت في المحكمة التخصصية جلسة لمحاكمة 13 صحفياً، بينما عقدت جلسة أخرى في هذا الشهر لمحاكمة زميل نبيل السجاوي. لم تكن الحالة بأفضل في مناطق شرعية أو المحررة كما يقال، فالاعتقالات والإخفاء والتنكيل بالصحفيين قاسم أعظم ومشترك بين أطراف الحرب. قطع مرتبات الصحفيين كبقية الموظفين جريمة تتشارك في جريرتها الحكومة وسلطات الأمر الواقع في طول اليمن وعرضه. نقابة الصحفيين كدأبها قدمت تقريرها السنوي عن الانتهاكات ضد الحريات الصحفية والاعتداءات ضد الصحفيين للعام 2019، وقد رصدت في تقريرها 134 حالة انتهاك للأوضاع الخطيرة التي تعيشها حرية الرأي والتعبير في اليمن، ووجود بيئة عدائية تنتهج سياسة العنف والقمع تجاه الصحافة والصحفيين. فالانتهاكات ارتكبها أطراف عديدة من أطراف الصراع، ويشير التقرير المفجع إلى أن مختلف الأطراف تشترك في اقتراف جرائم الانتهاكات ضداً على الصحافة والصحفيين، ويحدد نسب هذه الانتهاكات. قطع مرتبات الموظفين والصحفيين والإعلاميين، وهي أم الجرائم كلها تتناسل بها، ومنها كل جرائم القتل وتفكيك البنيان وتمزيق النسيج المجتمعي وفقدان الأمان والاستقرار وانتشار الأوبئة الفتاكة وغياب التطبيب. وتكون الحريات الصحفية والصحفيين كشهود أول ضحايا جرائم الحرب. تتحدث صحيفة الشرق الأوسط عن تحريض خطباء ميليشيا الحوثي على تجنيد المزيد من المقاتلين وإن كانوا أطفالاً للزج بهم في جبهات القتال. وأكد مصلون بعدد من المساجد في العاصمة صنعاء للشرق الأوسط أن خطب مساجد الحوثيين بمعظم مناطق صنعاء تمحورت حول التحريض على القتل والعنف والشحن الطائفي. بحسب المصلين فإن خطباء الميليشيات دعوا مرتادي المساجد إلى النفير والهبة الشعبية والدفع بأبنائهم إلى جبهات القتال، وقالوا إن الميليشيات دعت من على منابر المساجد وبشكل رسمي إلى تجنيد الأبناء، وأنه أصبح من الضرورة على كل أسرة في صنعاء أن تخرج فردا منها للمشاركة فيما أسموها معركة الدفاع عن الوطن.
فيما كشف مصدر بمكتب الأوقاف والإرشاد بصنعاء للشرق الأوسط عن أن القيادات الحوثية في وزارة الأوقاف استدعت عددا من الخطباء والمرشدين لإعطائهم أوامر وتعليمات بحث المواطنين والسكان في خطبهم ودعوتهم إلى رفض جبهاتها بالمقاتلين. قبل صفقة القرن وبعدها، عنوان لمقال الكاتب معن البياري المنشور في صحيفة العرب الجديد الذي قال في جزء منه: وحدة التخريف في مسماها صفقة القرن كافا لكي لا تؤخذ على محمل الجد، فضلا عن انعدام السياسة في أي من بنود هذه الصفقة التي، والحق يقال، نجحت ميديا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إشاعة بعض الترقب لمعرفة تفاصيلها، سيما وأن فائضا من اللبت والعجن ذاع بشأنها منذ أكثر من عام من دون أن يتلطف البيت الأبيض ويعلن مضامينها. لا يستدعي إعلان البيت الأبيض غدا أو في أي وقت أي فزع فلسطيني، ببساطة لأن خطط ضم أراضٍ فلسطينية إلى دولة الاحتلال وبناء المجمعات الاستيطانية والتهويد النشط في القدس وإطلاق يد المحتلين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية جار تنفيذه كل يوم من دون حاجة لمهرجان إعلامي أمريكي مصطنع. المفزع هو الحال الفلسطيني البائس بالانقسام إياه وبتآكل الخطاب الوطني الجامع وباهتراء المؤسسة الفلسطينية الفاعلة والعجز العام عن توليد خيارات كفاحية متعددة المستويات في مواجهة الاحتلال وخططه وصفقاته. ظل المنظور المستحكم لدى كل من أقاموا في البيت الأبيض رؤساء للولايات المتحدة بشأن التسوية في الشرق الأوسط إسرائيلياً، ولكن بتنويعات تباينت بحسب موازين الفجوات في الخريطة الحزبية في الدولة العبرية، غير أن الميل العام كان باتجاه إنكار حق الفلسطينيين في استرداد أراضيهم المحتلة وعودة اللاجئين منهم إلى وطنهم، وذلك في كل مبادرات الإدارات الأمريكية وتصوراتها. خرافات صفقة القرن يدل منطوقها العام على وصول تدحرج مواقف سكان البيت الأبيض منذ أزيد من 50 عاماً إلى الليكودية الشديدة اليمينية، والتي تتغذى شراستها في فلسطين وجوارها من القاع الذي يهرول الحال العربي العام إليه. وبذلك لا تنطق صفقة القرن بغير الراهن الذي نعاين ونعرف، ولكن ما لا يعرفه طباخوها في واشنطن وتل أبيب وما لا يدريه أنصار لهؤلاء في غير عاصمة عربية أن شعب فلسطين ليس في الوادي الذي هم فيه. آخر أخبار وباء كورونا بحسب موقع شبكة البي بي سي: ارتفاع ضحايا كورونا في الصين إلى 80، فيما تأكدت إصابة ما يقرب من 3000 آخرين. السلطات الصينية مددت عطلة العام الصيني الجديد لمدة 3 أيام إضافية في محاولة لاحتواء تفشي المرض. مدينة ووهان البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس والموجودة بمقاطعة هوبي تواجه حالة من الإقفال التام والحظر، كما فرضت عدة مدن حظرا على السفر. وتأكدت إصابة 41 حالة خارج الصين بينها تايلاند والولايات المتحدة وأستراليا، ولم يتوفى أي مصاب حتى الآن خارج الصين. مسؤولون صينيون حذروا من أن الفيروس قادر على الانتشار خلال فترة الحضانة، أي قبل ظهور الأعراض على الشخص المصاب، وهو ما يجعل من الصعب احتواء المرض. موقع عربي بوست قال إن الرياضة العالمية فجعت بمقتل أسطورة كرة السلة الأمريكية المعتزل كوبي براينت عن عمر ناهز 41 عاما مع ابنته في حادث تحطم مروحيته الخاصة. هرع رجال الإنقاذ والطوارئ إلى مكان الكارثة، لكنهم وجدوا عند وصولهم أنه لم ينجو أحد من الذين كانوا على متن الطائرة. المروحية الخاصة باللاعب اندلعت فيها النيران قبل أن تتحطم وتسقط بينما كانت تحلق فوق مدينة كالابسيس بولاية كاليفورنيا الأمريكية. ويعد كوبي براينت أحد أساطير دوري كرة السلة الأمريكي، وسبق أن توج بالبطولة 5 مرات مع فريقه لوس أنجلوس ليكرز الذي لعب له ل20 عاما حتى اعتزاله عام 2016. من صحيفة الجارديان البريطانية صور متنوعة نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم.
رسوم الكاريكاتير فن يقدم خبرا ويحكي قصصا، لكن بطريقة مختصرة يصل فيها المعنى إلى المتابع. إلى الرسوم. وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.